معكم الكوتش زين بمامون. دوري في هذا الحفل هو المنسقة بين الجمعيتين اللي مشاركين معنا في هذا الحفل. الفكرة كانت ديالي ومني اقترحتها على الجمعيتين، جمعية ملتقى الأجيال وجمعية نساء رائدات للتنمية، لقات هذه الفكرة ترحيب كبير وتفاعل من طرفهم. واليوم احنا كنشوفوا الحفل كما هو، ما بقاش مجرد فكره ولا على ارض الواقع. هذا الحفل هذا بمناسبه اليوم الوطني للشخص المعاق، واخا انا لا افضل هذا اللفظ او هذه العباره ديال شخص معاق، ولكن كنحتفلوا اليوم بهذا اليوم الوطني اللي كان نورمالمون نهار 30 في شهر مارس، ولكن مع التحضيرات والمجهود وكانت العطله خليناه اجلناه حتى لهذا الموعد هذا. واليوم هو ولا على ارض الواقع، وكنشكروا الجمعيتين اللي ساهموا معنا في هذا الحفل هذا وساهموا في الانجاح ديالو، وكنشكروا مدير المؤسسه والمؤسسه ككل اللي تحتنا الفرصه ديال هذا النشاط هذا اللي هو هذا الحفل التربوي الترفيهي اللي درناه للاطفال باش يهرسوا الروتين ديالهم وباش يبدلوا الجو باش يرفعوا على النفس ديالهم شويه.